بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، معادنا النهاردة مع الـ converse of isosceles triangles. الكلام دون عكس الدرس، هنعكس الكلام بتاع الدرس اللي فات. طب ما نفتكر الأول إيه هو الكلام بتاع الدرس اللي فات علشان نشوف هنعكسه إزاي. إحنا في الدرس اللي فات كنا بنقول لك لو لقيت isosceles triangle يعني two sides equal in length on a triangle هتقول لي يبقى ال base angles equal in measure. النهارده هنعكس الكلام، هنقول لك لو in any triangle لقيت two angles equal in measure هيبقى التريانجل ده isosceles. خلاص؟ ده هو معناه نعكس الكلام. فبنقول لك if two angles on any triangle are congruent. كلمة congruent طبعا يعني في الانجلز معناها انها equal in measure. يبقى then two sides opposite to these two angles are congruent. وcongruent في السايدز معناها ان السايدز دي equal in length. تمام؟ طيب يعني يا مستر برضو فسر لي اكتر. يعني انا عندي تريانجل اي بي سي اهو، اول ما تلاقي تريانجل عندك احنا ادينا لك تو انجلز ايكوال، تقول يبقى التو اوبوزيت سايدز بتوع التو انجلز دول هما كمان يبقوا ايكوال ان لينث. يعني سينس ميجر اوف انجل بي ايكوال ميجر اوف انجل سي، يبقى زين اي بي ايكوال اي سي. زيها بالظبط، سينس ميجر اوف انجل بي ايكوال ميجر اوف انجل سي، يبقى زين اي بي ايكوال اي سي. يبقى ده عكسنا الكلام بتاع الدرس اللي فات. يبقى انت دلوقتي بقى عندك الحاجتين دول متاحين ليك. والله لما تلاقي تو انجلز ايكوال ان ميجر خلاص يبقى تقول لي التو سايدز ايكوال ان لينث. لو لقيت التو سايدز ايكوال ان لينث هتقول لي يبقى التو انجلز ايكوال ان ميجر. برضو كنا المره اللي فاتت قلنا لو عندنا ايكوالاترال تريانجل كنا بنقول يبقى الانجلز بتاعته كلها تبقى ايكوال ان ميجر، وكل انجل فيهم هيبقى الميجر بتاعها 60. ده قلناه المره اللي فاتت. نعكسه بقى، يبقى ان اني تريانجل اف ذا 3 انجلز ار كونجورنت يعني ايكوال ان ميجر، يبقى ذن 3 سايدز ار كونجورنت يعني ايكوال ان لينث. فبنقول لك اهو اف ميجر اوف انجلز اوف ا تريانجل ار ايكوال ذن تريانجل از ايكوالاترال تريانجل. يعني انا قدامي اهو لو قلت لك ميجر اوف انجل اي ايكوال ميجر اوف انجل بي ايكوال ميجر اوف انجل سي خلاص تقول لي يبقى زين اي بي ايكوال اي سي ايكوال بي سي. طيب النوت اللي بعد كده بتقول لك اف ميجر اوف اني انجل اوف isosceles triangle ايكوال 60 زين تريانجل از ايكوالاترال تريانجل. ايوه ركز معايا، لو عندك isosceles triangle واي انجل وعنده انجل 60 يبقى التريانجل ده ايكوالاتر. تاني، لو عندك isosceles triangle وفي انجل 60 هيتقلب يبقى ايكوالاتر. طب تعالوا نفسرها كده مع بعض. ادي isosceles triangle اهو اي بي سي، انا قايل لك الاي بي ايكوال اي سي ومديك خدنا الانجل دي هي اللي 60. طيب مش احنا قلنا في الحصه اللي فاتت في الدرس اللي فات قلنا ان البيز انجل هيبقوا ايكوال؟ تمام. طيب الانجل دي لما تبقى 60 يبقى التو انجلز دول مع بعض بكام؟ يبقوا 180 ماينس 60 ايكوال 120، صح كده؟ طيب مش هما ايكوال الميجر؟ تمام. يبقى كل واحده فيهم كام؟ تبقى كل واحده فيهم 60. يبقى احنا وصلنا ان دي كده 60 ودي كده 60 ودي كمان 60، يبقى الثلاثه ايكوال بقى ايكوالاترال اهو. طب تعالى نفس التريانجل ده بس المره دي هخلي الانجل دي اللي 60. طب مش احنا ده كده isosceles واحنا اتفقنا انه لو isosceles يبقى البيز انجلز ايكوال؟ تمام. طب ما هي دي 60 يبقى دي كمان هتبقى كام؟ 60. وطالما دي 60 ودي 60 يبقوا ب 120، تبقى الانجل اللي فاضله بكام؟ 180 ماينس 120 تطلع ب 60. يبقى دي 60 دي 60 قدها عشان دول بيز انجلز، حسبنا دي طلعت 60 بقوا كلهم ايكوال يبقى التريانجل بقى ايكوالاتر. خلاص تعالوا نحل بعض الامثله على الدرس ده. تعالى كده نحل مع بعض كده. بقول لك ان تريانجل اي بي سي اف ميجر اوف انجل اي ايكوال 4 اكس ماينس 11
ميجر انجل بي ايكوال 3 اكس بلس 4 ميجر انجل سي ايكوال 82 بروف ذات تريانجل اي بي سي ايزوسيلس تريانجل. طالما احنا عاوزين نوصل ان تريانجل ايزوسيلس وملخص الدرس الكلمتين دول عاوز توصل ان تريانجل ايزوسيلس يبقى لازم توصل ان في تو انجلز ايكوال الميجر. عايز توصل ان تريانجل ايكوالاترال يبقى لازم توصل ان الثري انجلز بتوعه ايكوال. خلاص؟ طيب مش احنا عارفين ان السبميشن اوف انتيريور انجلز اوف اني تريانجل ايكوال 180؟ تمام. طيب ما هو ده تريانجل اهو وانا مديك الانجل سي ب 82 يبقى معنى كده ان ميجر اوف انجل اي بلس ميجر اوف انجل بي يبقى ايكوال 180 ماينس 82. دي الخطوه الاولانيه. لما اقول له ميجر اوف انجل اي بلس ميجر اوف انجل بي ايكوال 180 ماينس 82 ايكوال 98 ديجري. تمام كده؟ طيب تعالى نعمل سبميشن. ادي الاي قدام اهي وادي البي قدامهم نعمل لهم سبميشن يعني 4 اكس ماينس 11 دي يعني اللي هي الاي بلس 3 اكس بلس 4 اللي هي البي يبقى المفروض الكلام ده يطلع 98 ديجري. 4 اكس بلس 3 اكس يبقوا 7 اكس. نيجاتيف 11 بلس 4 يديني نيجاتيف 7 وطبعا الكلام ده ايكوال 98. وادي النيجاتيف 7 دي الناحيه الثانيه هتبقى بالعكس طبعا يبقى 7 اكس هتبقى 98 بلس 7 بلس 7 تمام تطلع 105 ديجري. يبقى الاكس ايكوال 105 ديفايدد 7 تبقى الاكس ايكوال كام؟ 15 ديجري. كده احنا عرفنا الاكس يبقى كده اقدر اجيب الانجل ميجر في انجل اي واقدر اجيب الميجر في انجل بي علشان هشيل الاكس واحط بدلها ال 15 اللي احنا لسه جايبينها. يبقى الميجر اوف انجل اي هيبقى ايكوال 4 تايمز 15 او 4 تايمز 15 اللي احنا لسه جايبينها ماينس 11 اللي هي طلعت 49 ديجري. ميجر اوف انجل بي يبقى 3 تايمز 15 بلس 4 برضه تطلع 49 ديجري. يبقى احنا كده لقينا ميجر اوف انجل اي ايكوال ميجر اوف انجل بي او اللي يبقى زين تريانجل اي بي سي ايزوسيلس تريانجل. تعال نشوف اكزامبل تاني. الاوبوزيت فيجر اي دي بارلل بي سي احنا مدين لك الاي دي بارلل بي سي ومدين لك الميجر اوف انجل اي دي بي ايكوال 40 ومدين لك ميجر اوف انجل بي دي سي ايكوال 100 وطالبين منك حضرتك تثبت لنا ان التريانجل دي بي سي ايزوسيلس تريانجل. طبعا احنا اتفقنا عشان نوصل ان التريانجل ايزوسيلس يبقى لازم نوصل ان تو انجلز ايكوال الميجر. طيب نستخدم الاول المعلومات اللي هو مديها لنا من الجيم. سينس اي دي بارلل بي سي اند دي بي ترانسفيرس يبقى زين ميجر اوف انجل اي دي بي الانجل دي هيبقى ايكوال الميجر اوف انجل دي بي سي يبقى انا كده عرفت ان الانجل دي كده بقت بفورش. تمام يبقى دي كده اهي ده اهي كده هتبقى 40 زي دي. تمام كده. طيب هنيجي بقى على التريانجل ده هنقول له ان تريانجل دي بي سي مش انا عندي دي ب 100 ودي ب 40 اظن نقدر نجيب دي يبقى هنقول له ميجر اوف انجل سي ايكوال 180 ماينس ال 100 بلس ال 40 يبقى لقينا الانجل دي هي كمان طلعت بايه؟ ب 40. طب ما خلاص طالما الانجل دي 40 والانجل دي 40 يبقى التريانجل ده ايزوسيلس. يبقى بنقول له سينس اي دي بارلل بي سي يبقى ميجر اوف انجل اي دي بي اهو ايكوال ميجر اوف انجل دي بي سي عشان هيبقوا الترنيت بقت دي 40 هقول له ان تريانجل دي بي سي يبقى ميجر اوف انجل سي ايكوال 180 ماينس ال 100 بلس ال 40 طلعت 40 يبقى كده ميجر اوف انجل دي بي سي ايكوال ميجر اوف انجل دي سي بي يبقى زين تريانجل دي بي سي ايزوسيلس. اظن الحمد لله كلام سهل يا رب نكون فاهمين. يبقى كده الدرس دوت الدرس الصغير دوت كده يا رب يكون اتفهم. هما معلومتين صغيرين اللي هما كانوا عكس اللي قلناه في الدرس اللي فات. في الدرس اللي فات اللي قبل دوت كنا بنقول لو انت لقيت ايزوسيلس تريانجل يبقى انت البيز انجلز بتاعتك ايكوال الميجر
لقيت التريانجل اكوالاترال هيبقوا الثري انجلز ايكوال الميجر. طيب النهارده كنا قلنا العكس، ان لو انت عندك تو انجلز ايكوال الميجر يبقى التريانجل ده ايزوسلس، لو لقيت الثري انجلز ايكوال الميجر يبقى التريانجل دون اكوالاترال. اتمنى ان الكلام يكون مفهوم. قبل على خير في الدرس اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.